هيك كانت وليدة بحث مطول دام لأكثر من 6 شهور، كنا في السنة الرابعة من الهندسة، فكرنا كيف ممكن نعمل إشي بعد ما نتخرج هذا الإشي يكون مفيد إلنا من ناحية العمل ومن ناحية تقليل نسبة البطالة في المجتمع، فإجتنا هذه الفكرة. أول اتجاه اتجهنا إله هو كيف ممكن نحل مشكلة من المشاكل الموجودة. أهم مشكلة بالنسبة لنا عندنا في قطاع غزة هي عدم توفر مواد البناء. أهمها مواد البناء هذه شو هي؟ هي الحصمة والرمل والإسمنت. الآن فكرنا كيف ممكن نوجد بديل للإسمنت في البداية، لكن كان الإشي كتير صعب لأنه بدائل الإسمنت أيضا غير موجودة. فكرنا كيف نستغني عن أشياء تانية زي الحصمة وزي الرمل. فكانت مثلنا فكرة جرين كيك. بدأنا في عملية الإنتاج عينات صغيرة، كانت في البداية فشلت مرة ومرتين وعشرة، ضلينا نحاول لما قدرنا ننجح. بعدين عملنا أول حجرين إلنا، هدول الحجرين عملناهم كان بالنسبة إلنا مولود جديد، يعني إنه شيء رائع جدا. وبعد ذلك طبعا فشلنا مرة ومرتين وعشرة لحد ما وصلنا لآخر عينة ناجح كانت بشهر 8/2016. الآن الفكرة في جرين كيك إنه هو حجر ما فيه لا حصمة ولا رمل، استخدمنا فيه مادة الرماد كبديل عنهم. لأن الرماد هو ناتج عن حرق، الحرق شو؟ حرق الفحم والخشب ومواد أخرى. لأن في العالم سنويا ينتج أكثر من 800 مليون طن من الرماد، لأن فقط أو عفوا 800 مليون طن فقط من الولايات المتحدة والصين، يستخدم منها فقط 200 مليون طن والباقي يكبف من كبات النفايات. فجرين كيك هو فكرة مش فقط رائدة في قطاع غزة، رائدة بأي مكان بيعتمد على حرق الفحم عشان ينتج الكهرباء. نعطيها ثاني انا بصحى انا الفرق نعطيها.